جرائم الصرف. إدارة الجمارك يوجد عندها عدة حالات، وخاصة في المكاتب المنازعات يوجد هناك مركبات مفقود عنها دوليا على مستوى المصالح الجمركية. هنا أيضا يوجد تساؤل آخر، هل المصالح الجمركية عن المقصد التي يبحث إعطاء المركبات، علما أن بعض منها محل مصادرة بموجب أحكام وقرارات نهائية؟ هنا أي كيف يتصرف فيها قابض الجمارك في هذه الحالة؟ عندنا مصادرة لهذه المركبات وهي مبحوث عنها دوليا.